إذا كنت تسمع حضرتك اسكت. مش ممكن يعني. لا أنا بس عاوز أشرح لك. مفيش شرح. مساء الخير يا كتكوتة. مساء الفل. أمال فين خالي وحسين؟ جوه في المكتب. لحد دلوقتي؟ أوعي كده. أوكي. إيه ده؟ أنتوا قاعدين كده ليه؟ الحفلة ابتدت من الصبح. أيوة يا عم، الله يحنن عليك. هتشوف هند حبيبة القلب الليلة دي. حاجة تجنن، حاجة تلحس. أنا مستعد أبيع نص عمري، أهلاً وسهلاً، عشان أشوفها وأكلمها وأهز. ليه مين؟ في مين؟ حضرة الأستاذ عادل هيكل خطيب هند رستم اللي عاوز تبيع نص عمرك علشانها، اتفضل بيع عمرك كله بقى. اسمع اوعى تصدق كلامي، انا كذاب كبير قوي. هو معقول الواحد يبيع نص عمره؟ هو العمر بعزقه؟ اقعد يما. فلة. نعم. روحي قولي لبابا وحسين يستعجلوا شويه لحسن اتاخرنا قوي. عناية يا حبيبتي. اتفضل القهوه يا بيه. انا خطيب هند رستم والمجرم ده عايز يسرقها مني. ارجوك يا حضرتك تحاسب على كلامك. اخلصي اخلص انت قليل الادب. سميحه انت فاهم المسدس اللي في ايدك ده هيخوفني فوق. بتقول ايه يا مصدقي؟ هي صوتت بالبلدي بنت سلطح بابا. حسين يا حبيبي انت فين؟ حسين انت تعرفيني، شفتيني قبل كده. اخز عليك يا حبيبي، نسيت قوامي يا ابن الحلوة يا حسين. واللي كان تقولي كده قدامي؟ اقتلني موتني اعمل اللي انت عايز تعمله، لكن مش هتقدر تفرق بيني وبين حسين ابدا. ارجوك يا مدام تسيبي خطيبي. من فضلك يا مدموزيل لازم تعرفي ان اللي بيني وبين حسين مش حب وبس. قول لهم يا سايس انتي، قول لهم يا حبيبي. قول لهم ايه وافهمهم ايه؟ ما تخافش، لو حد فيهم عرف الحقيقة محدش هيزعل. يا ست هانم. الله، حلوة كلمة هانم. أبوس إيدك حبيبي. أبوس إيدك. أحمد وحشته قوي. أحمد مين ده؟ كمان نسيت أحمد؟ أحمد تعالى يا حبيبي، تعالى يا حبيبي. بابا مين يا ولا؟ بابا أنت يا حبيبي. حسين حبيبي. حسين فوق يا حبيبي. حسين حبيبي فوق. شوف حودة ابنك اهو. حسين قوم يا حبيبي، قوم معايا، قوم يا روح قلبي، قوم يا حسين. يلا بقى يا بابا. يلا يا سيدي. استاذ حسين ما كنتش افتكر ابدا الحكايه توصل للدرجه دي. تخلف من هانم. اتفضل. من تحت راسك انت. يمين يطولني على زمارة رقبتك يا ابن طنط فكيها. ده بدل ما نقول المتشكرين، مش كتر خيره اللي عرفنا الحقيقه. وانا مالي؟ ما هي سميحه اللي كانت عاوزه كده. ما تساليها انت يا ست سميحه، مش كنت عاوزه تتجوزي شاب مقطع السمكه وديلها؟ اهو طلع افكه من سلوسي. ابن اخوك اللي سلمطحي بعد اللي جرى منه الليله دي، لوسي هو اللي هيتجوز سميحة. والله لو الدنيا صفصفت على الرجالة كلها ما جوزها الصرصار الغرام ده. ليه بس يا أم؟ ليه بتسألني ليه؟ بنتي لازم تتجوز راجل فاهم يعني إيه راجل. كلمة واحدة ما فيش غيرها، لوسي هيتجوز سميحة. لأ لأ. طيب كده سميحة اطلعي وضبي الشنط، هننزل مصر نكتب الكتاب عند فكيها. وإن فتحت بقك بكلمة واحدة، المأذون اللي هيجوزهم هيطلقنا احنا الاثنين. لوسي روح حجز لنا تذاكر في اول قطر نازل على مصر. اوكي طنط، باي باي يا عمك. نور يا ابني.